قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام يوم غدير خم وقد جمع المسلمين فقال: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أيها الأحبة، لقد بين مرجعنا وشهيدنا السيد الصدر قدست أسراره معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، خلال مفهوم القيادة فيقول قدست أسراره، ومعنى القيادة التي كانت بيده صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وأنه يملك السلطة التنفيذية المطلقة في التصرف في المجتمع الإسلامي في حدود تطبيق أوامر الإسلام. إذن فلا بد أن تعطى هذه الصفة ذاتها إلى القائد الكبير بعده، لكي يملك أيضا سلطة التطبيق الكامل للشريعة من دون عائق أو عثار، وبخاصة وأن أمير المؤمنين علي عليه السلام أهل لهذا التخويل العظيم وهذا المنصب الإلهي الجليل، كيف لا، وهو ابن الرسالة وربيب القرآن الكريم والتجسيد الثاني لتعاليم الإسلام، وهو الشخص المعصوم الذي لا يصدر منه ظلم أو تعسف أو خطأ أو نسيان. وبهذا التخويل العظيم أصبح الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام أميراً للمؤمنين ووصياً على المسلمين من قبل رب العالمين، لكي يتولى قيادة المجتمع الإسلامي بعد نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وهذا التخويل العظيم هو الذي أوكل بعد ذلك إلى الأئمة المعصومين الهداة المهديين بعد أمير المؤمنين علي عليه السلام، فكانوا أمناء الله في أرضه وحججه على خلقه، ليضمن بذلك خلود الشريعة وبقاء الجدوة الإسلامية متقدة على مدى الدهور، ووجود من له القابلية التامة لقيادة الأمة الإسلامية في كل عصر من العصور. وهنا يقول سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله: نعم، إن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هو الأمين الذي ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الدين كله وعلى أمته من بعده، فكان نعم الأمين المؤتمن والسائر على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من الموالين لله ولرسوله ولوليه ومن المطيعين لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.